بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الظروف التي تمر بها الأمم على نوعين: النوع الأول الظروف الطبيعية، حيث يكون كل شيء في محله، الأمن متوفر، لا توجد هنالك اضطرابات داخلية، لا يوجد هنالك عدو يحتل البلاد وما أشبه ذلك. في هذه الظروف الطبيعية تتماثل الأمم بلحاظ البنية الظاهرية. البنية الظاهرية للأمم في الحالات الطبيعية لا تختلف، المجتمعات كلها تتشابه، لا يمكن أن يميز في النظرة العابرة بين حقيقة هذا المجتمع وحقيقة ذلك المجتمع. النوع الثاني الظروف الاستثنائية، حالات الطوارئ، حالات الاضطراب الاجتماعي. في هذه الظروف تتبين حقيقة الأمم. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: عند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. منين نعرف أنه هذا الفرد شجاع أم جبان؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كانوا متشابهين من الناحية الظاهرية، ولكن في معركة أحد تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بسلمى، وسلمى لا تقر لهم بذاكا. إذا انبجست دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. تبينت حقيقة هؤلاء الأشخاص الذين كانوا في السلم يشهرون سيوفهم ويقولون: ائذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. ولكن في معركة أحد تبينت حقيقة هؤلاء الرجال. نفس الشيء في الأمم، في الحالات الطبيعية ما تظهر حقيقة الأمم، لكن في الحالات الطارئة تظهر الحقيقة. هذه الحقيقة التي تظهر في الحالات الطارئة ترتبط بماذا؟ يعني شنو هي العوامل اللي تصنع الأمم؟ الحقيقة من أهم العوامل الذي يصنع الأمم
نوعية التربية التي تلقتها الأمة. مرة هذه التربية تكون تربية مائعة، تربية مترهلة، تربية على بعض الاصطلاحات عيني وأغاتي. يقولون في بعض المجتمعات الأفراد الذين يأخذون حرف منحطة في المجتمع، ما عنده مؤهلات، ما عنده شهادة، هذا يسموه عزيز الأم. هذه الأم التي دللت ابنها، خلت ينام إلى ساعة 12 ويسهر إلى ساعة 2، يطالع الأفلام الكذائية، تتصور أنها تحسن في حق هذا الابن، ولكن هذا الابن سوف يفقد شخصيته. هذه الأمة التي لا جلد لها ولا قوة لها ولا صلابة لها، فإن الشجرة البرية أصلب عوداً وأبطأ خموداً. الشجرة البرية هي التي تقاوم، أما هذه النباتات التي ألفت الترف، التي لا تتحمل مسؤولية، التي يضر بها ويؤذيها أي تغير في العوامل الخارجية، أنا ما أقدر، أنا ما يجي مني. هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون أن يصنعوا شيئاً، لا يستطيعون أن يصنعوا دنيا، ولا يستطيعون أن يصنعوا آخرة، لأن الآخرة أيضاً تحتاج إلى جلد، الآخرة أيضاً تحتاج إلى همة، الآخرة أيضاً تحتاج إلى أبطال. الدين هكذا يريد من الأمة أن تكون أمة جلدة، أمة قوية، أمة صعبة المراس لا يطمع فيها الأعداء. أنتوا لاحظوا قبل أعوام طويلة، مو الآن، أحد حكام بلد إسلامي كان ملتزم نوعا ما كما ينقل عنه، سافر إلى إحدى البلاد الأجنبية. ذلك الحاكم عبأ جيشه ليظهر قوته، صف الجيوش صفا صفا في استعراض عسكري أمام هذا الحاكم المسلم. المنظر كلش كان قوي، يعني حقيقة كان مرهب. يقول بعدين حاكم ذاك البلد الأجنبي التفت إلى هذا الحاكم المسلم وقال له: لقد رأيت جيشنا، وبرضو احنا عندنا 500,000 جيش من هذا القبيل، انت كم عندك من الجيش؟ الوزير اللي كان مرافق لهذا الحاكم يقول: انا اسقط في يدي، لان حقيقة سؤال محرج، انه احنا افرضوا عندنا 30,000 جندي، ما هي قيمة 30,000 جندي في مقابل 500,000 جندي مدرب؟ يقول هواي ارتبكت، ولكن الحاكم المسلم اجاب: احنا عندنا حالتين، احنا عندنا حالات طبيعية، في الحالات الطبيعية عندنا 30,000 جندي، ولكن عندنا حالات طارئة، في الحالات الطارئة عندنا 30,000,000 جندي. يقول ذاك اللي قال لي: لأن ديننا لا يعرف فرقا بين جندي ومواطن، كل المسلمين رباهم الإسلام على أن يكونوا جنودا إذا داهم البلد الإسلامي عدو. في حالات السلم 30,000 مثلا، لكن في حالات الحرب، في حالات الهجوم، كل الشعب سوف يهب، كل الشعب سوف يقاوم. من هذا الشعب الذي يهب ويقاوم؟ الشعب المترف هو الذي يهب ويقاوم، الفرد المترف هو الذي يهب ويقاوم، أو الأفراد الصلاب الجلدين الذين زرعت فيهم الإرادة الإلهية الربانية.
ان تلاحظوا العبادات اللي موجوده تربي حقيقه شبيه بالحياه العسكريه. شايفين بعض الشباب الحياه العسكريه، حياه قويه، حياه صعبه، ولكن الفرد لا بد ان يمر بالصعوبه حتى تصقل شخصيته. اذا ما يمر بالصعوبه ما تصقل شخصيته. صلاه الصبح، اول الصبح لازم تقوم تتوضأ بالماء تصلي صلاة الصبح. هذا الشخص اللي ما يتمكن يقوم لصلاة الصبح، هذا يؤمل فيه خير حقيقة؟ هذا الشخص اللي ما عنده إرادة يقوم لصلاة الصبح، هذا عنده إرادة يسوي عمل آخر؟ هذا تدريب، هذا تمرين للإرادة وللجسم وللبرنامج. صلاة الليل تمرين للجسم وللإرادة وللفكر، أنه نص الليل قوم، حتى إذا نايم ساعة واحدة قوم قبل وبالأسحار هم يستغفرون. حقيقة هنيئا لأولئك الأفراد الذين لهم هكذا توفيقات. قوم انتزع نفسك من فراشك الوثير، قوم صلي صلاة الليل عندما تهدأ العيون. هذا مو تمرين حقيقة؟ تمرين للجسم وتمرين للإرادة. الحج، وأذن في الناس بالحج. الحج في شأن نزول هذه الآية، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه عندما بنى البيت، الله أمره أن يقف في نفس هذا المكان الذي نطوف عنده، مقام إبراهيم. إبراهيم صعد على صخرة، الله قال له وأذن في الناس بالحج، أعلم إعلام. إبراهيم قال لله تعالى من يسمع كلامي؟ ماكو واحد. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله قال لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه منك الأذان وعلي التبليغ، أنت قول أنا أوصل هذا الصوت. فصعد إبراهيم على تلك الصخرة. إن شاء الله تروحون للحج وتشوفون مقام إبراهيم، وإذا رايحين من قبل ترونه مجددا. صعد على تلك الصخرة وقال أيها الناس لقد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا داعي الله. في الرواية أكو أن الله سبحانه وتعالى أوصل هذا الصوت إلى كل البشر الذين كانوا في ذلك الوقت، بل وإلى كل النطف المستقرة في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. فمن قال لبيك اللهم لبيك وهو نطفة، وهو في عالم الذر أو في عالم الأشباح، فمن قال لبيك اللهم لبيك في ذلك الوقت حج في المستقبل. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لاحظوا التركيز على هذه النقطة، هذه مو رحلة استجمام، مو رحلة راحة. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه إذا أحرم كذا وكذا وودع الدنيا والراحة. هنا بعد مو مكان راحة، لازم نعلم أنفسنا على هذه الحالة، لازم نذوق الحر والبرد. من مسجد الشجرة إلى مكة عشرات الكيلومترات، يذوق الحر نهارا والبرد ليلا. لازم يربى الفرد على هذه التربية. طوال فترة الإحرام التظليل، التغطية الرأس محرمة، التظليل في حالة السير محرم، حتى يتربى هذا الفرد يذوق الخشونة. مو كل يكون في حالة نعمة وفي حالة رفاه. تتربى هذه الأجساد وتتربى هذه الإرادات. الله يقول يأتوك رجالا. رجالا يعني شنو؟ مو يعني مقابل النساء، رجال يعني ماشين على أقدامهم.
الله يذكر هذه اللقطة لأنها تمثل الواقع الأقوى للحج، مش كانوا يروحون للحج. يقول واحد رأيت شخصا في الحج شايب يمشي على عصا تبدو عليها آثار التعب يطوف حول الكعبة، سألته من أنت؟ قال أنا من البلد الفلاني، 5 سنوات دا أمشي إلى أن وصلت إلى مكة، 5 سنوات. مو عجيب، لأن في الصين عندما كانوا يمشون في الأزمنة القديمة مشي 5 سنوات كان يطول، من مراكش في المغرب وتلك البلاد حوالي 4 سنوات كانت تطول المسافة. السيد الوالد حفظه الله كان ينقل أن جدتي، يعني جدته أو إحدى جداته، خرجت من كربلاء للحج أول رجب ووصلت إليها أول رجب، يعني 1 سنة كاملة الحج كان يطول. هكذا كان الحج. يقول أنه رأيته قال من البلد الفلاني، ثم أخذ يتلو أبياتا تدل على أن عشق المحبوب هو الذي ساقه إلى هذه الديار. واحد مو لازم يروح بالطائرة، ما أمكنت الطائرة خلي يروح بالسيارة. ما أدعو أنه واحد يذهب مشيا لأن غير متيسر، يروح بالسيارة. الشباب والشيوخ يشكلون قوافل سيارات يذهبون إلى الحج، ما المانع من ذلك؟ في الحج واحد لا يتوقع الراحة، يجب أن يعرف أن هذه تربية للنفس وللبدن. هذا بعد من أبعاد الحج. البعد الثاني الانقطاع عن العلائق المادية. هاي العلائق المادية اللي كوناها لأنفسنا تمنعنا عن الكمال، تمنع النفس عما خلقت له. لازم واحد ينقطع عن هذه العلائق المادية، يتمرن على الانقطاع عنها. نظر في المرآة ماكو، هناك لا يحق لك أن تنظر في المرآة. الاكتحال للزينة لا يجوز، لبس الحلي للزينة لا يجوز، قضايا الزواج ممنوعة مطلقة، عطر، هل، عود ممنوع مطلقة، الطيب ممنوع مطلقة. رحلة انقطاع عن المادة، هكذا يجب أن يكون الحج، وهكذا هو المفترض. لأنه الإنسان إذا من قطع إلى الله سبحانه وتعالى هذا ما ينمو. هذا كان واحد في الحج كان يقول لي أنه إذا القضية كانت بيدي بعنوان المزاح طبعا، كان يقول كل محرمات الإحرام كنت أحللها، كل شيء حلال أنتوا بس حجوا. هذا خطأ، لأنه الحج قيمته في ذلك، في أنه يقطعك عن العلاقات المادية ويربطك بالله سبحانه وتعالى. الانقطاع إلى الله حقيقة له منتهى القيمة في حل مشكلات الدنيا والآخرة. في زمان الفهلوي الأول أبو الشاه المقبور قبض على ضابطين أو مجموعة من الضباط، لا أعلم العدد بالضبط، بتهمة أن هؤلاء أرادوا أن يقوموا بانقلاب عسكري ضد الشاه الأول. طبعا واحد متهم بانقلاب عسكري ضد النظام شنو حكمه؟ واضح، الإعدام بلا تردد. قبل هذا المقطع لابد أن نذكر قطعة صغيرة. أحد المؤمنين، هاي بداية القصة، يقول شفت واحد ضابط متقاعد دائما يذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. حقيقة هاي حالة كلش جيدة، آبائنا كانوا عندهم هذه الحالة. المرأة في المطبخ دا تطبخ تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، ما المانع من ذلك؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبح أينما كنت، في الطريق، في السيارة،
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دائم الذكر. يقول قلت له أنت ضابط، الضابط شنو ربطه بالذكر؟ يقول قال أنا عندي قضية، أنا ومجموعة اتهمنا بانقلاب عسكري ضد الشاه، قبضوا علينا، الحكم واضح، الإعدام. يقول حقيقة أصدقائنا كانوا في حالة انهيار، كلنا كنا في حالة انهيار، واضح بعد. بعد ساعات إعدام إجا قال لنا الحارس بكرة الفجر إعدام، عندك وصية اكتب وصيته. يقول إحنا الحقيقة أسقط في أيدينا، كل واحد قاعد في جانب يبكي وينتحر. يقول واحد من الأصدقاء قال أنه إحنا ليش هالشكل؟ تعالوا خلينا نسوي حل. يقول قلنا شنو الحل؟ قال أن نكتب برقية، نبعث برقية إلى الملك حتى ينقذنا. يقول قلنا له الملك يعني الشاه، الشاه هو الذي أمر بإعدامنا. يقول قال لا، مرادي ملك أقوى من هذا الملك. يقول قلنا له يعني ملكة المملكة الفلانية التي لا تغيب عنها الشمس اللي هي ملكة الملك. قال لا، ملك أقوى من ملكة المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. يقول قلنا منه؟ قال الله، الله الذي كل شيء بيده، لنبعث له برقية. يقول قلنا لك كيف؟ قال بالالتجاء إلى الله، بالانقطاع الحقيقي إلى الله، هذا الانقطاع الذي يفرض أن يكون في أيام الحج، تنقطع إلى الله ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما سلم. يقول إحنا قلنا خوش، إحنا حقيقة بدأنا بالتضرع والتوبة، شايفين في حالات الاضطرار حقيقة واحد ينقطع إلى الله في حريق منى. ما أعلم الإخوة من منهم كان لولا، أنا كنت أشوف الحجاج، إلهي أخطأنا، إلهي تبنا، إلهي اشتبهنا، نار تجي الآن تاكله. بعد حالة اضطرار ادعوا الله دعاء الغريق. أنا كنت فوق الجبل كنت أشوف الحجاج، لأن إحنا النار كانت قريبة من خيامنا فهربنا إلى الجبل، فكنت أشوف وضع الحجاج في ذاك الوقت. انقطاع حقيقي إلى الله. يقول صار قريب الصبح، قلنا له ما اجى جواب البرقية. قال لا بعد اكو وقت. صار الفجر اجوا اخذونا، ها ما اجى جواب البرقية، لا بعد اكو وقت. يقول اخذونا شدوا عيوننا، اوصوا وصاياكم الاخيرة، الصفارة الاولى، الصفارة الثانية، والثالثة الاعدام. في هذه الاثناء واذا باصوات تتناهى من بعيد، اوقفوا قفوا قفوا. يقول توقفت القضية. يقول صديقنا قال لنا كأنه إجا جواب البرقية. صارت مدة، إجوا بعد مدة فتحوا أعيننا وأرجعونا إلى السجن. سألنا شنو القضية؟ قال تبين بعد التحقيقات أنه التهمة كانت كاذبة ومربوطة بكم، لعلها مربوطة بجماعة ثانية، وجاء الأمر بالإفراج عنكم. يقول صديقنا قال شفتوا جاء جواب البرقية. يقول أنا من ذاك الوقت صممت على الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني دائما واحد الله يكون له حضور في ذهنه، في فكره، في لسانه، في عمله. اذكروه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى في تلك المواقع. الإنسان ينتهز هذه الفرصة للانقطاع عن هذه العلائق المادية ولتطهير ما ران على قلبه خلال هذه المدة من ذنوب وآثام وأوضار. نقرأ بعض الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حول الحج ونختم الموضوع. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سوف الحج حتى يموت.
هالسنة السنة القادمة مستطيع، لكن يقول إن شاء الله بعدين. بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا، لا يموت مسلما والعياذ بالله. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الحاج والمعتمر وفد الله، هؤلاء ضيوف الرحمن، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا بدأهم، ويعوضون بالدرهم. ألف درهم تنفق دينار، الله يعطيك مليون دينار. تنفق درهم، الله تعالى يعطيك مليون درهم. عنهم عليهم السلام: إن الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضربا منكبه الأيمن، ثم قال: أما ما مضى فقد كفيته، كل الذنوب السابقة محيت، فانظر كيف تكون فيما تستقبل. من المستحبات أيضا أنه واحد كما ورد في الروايات يأخذ نائبا، حتى إذا رايح للحج، حتى إذا هالسنة تروح للحج أيضا، ولكن اجعل مجموعة ينوبون عنك أو عن أبيك أو عن أجدادك في الحج. هذا مستحب. وفي الروايات أن علي بن يقطين وزير هارون الرشيد الذي كان من الشيعة الخلص، علي بن يقطين، كان في كل سنة يبعث نواب عنه إلى الحج. في سنة أكو في الروايات أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد 300 ملبي، 300 واحد لبيك اللهم لبيك يقولون نيابة عن من؟ عن علي بن يقطين. وفي سنة 250، وفي سنة 550. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه كان يحج بعض أهله أو بعض مواليه، عبيده أهله، ويقول لنا: يا بني إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلا وفيها من يدعو لكم. بالنتيجة أنت رحت تدعو، ولكن النائب أيضا يدعو لك أو يدعو لأبيك أو يدعو للمرحومين. الرواية الأخيرة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: عليكم بحج البيت فأدمنوه، كل سنة واحد يحاول يروح، فإن في إدمانكم الحج دفع مكاره الدنيا عنكم وأهوال يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا أهوال الدنيا ومكاره يوم القيامة، وأن يوفقنا لحجه في هذا العام وفي كل عام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.